مرحبا بكم في ثالث نشراتنا الرياضية، والبداية بنهائي الباسكت أفريكان ليج واللي يدور حاليا في الكيغالي أرينا في رواندا، ويجمع ممثل تونس الاتحاد الرياضي المنستيري ببيترو لواندا. الكارتر الثاني توا 30-29 لبيترو لواندا، والاتحاد الرياضي المنستيري كان أنهى الكوارتر الأول متقدم 18-17، وإن شاء الله يرجع الاتحاد الرياضي المنستيري ويروح باللقب الإفريقي الأول ليه في البال التونس. تنعمل تحيين بعد مع نهاية النشرة لنتيجة المباراة. يواصل منتخبنا الوطني استعداداته لخوض مباريات غينيا الاستوائية وبوتسوانا ضمن تصفيات كأس أفريقيا 2023، والملاعبية الموجودين في تونس عملوا اليوم الخامسة تقريبا بدأت حصة تدريبية ثانية في انتظار التحاق بقية اللاعبين بعد نهاية التزاماتهم مع فرقهم، على غرار نعيم سليتي، محمد الدراجر، بلال العيفة، علي معلول اللي يلعب نهار الاثنين نهائي رابطة الأبطال الإفريقية مع فريقه الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي. مادام حكينا على نعيم سليتي، في الدوري السعودي جولة 28 الفيصلي متقدم مع دقيقة 44 على الاتفاق 1-0، ونعيم سليتي أساسي في المباراة. وفي الدوري المصري جولة 21 الزمالك يلعب 6:30 مع الإسماعيلي، سيف الدين الجزيري خارج القائمة بعد ما منحه المدرب راح بيومين قبل الالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي في تونس. في الأوروب الليلة نهائي النسخة 67 من رابطة الأبطال الأوروبية، ريال مدريد يواجه ليفربول في ستاد دو فرانس انطلاقا من 8 متاع الليل. وقبل المباراة شهدت شوارع باريس توافد كبير جدا من جماهير الفريقين، عملوا شو الحقيقة، عملوا برشا فرجة. يمكن واحدة من أبرز اللقطات هي شتم نوعا ما الجماهير الإسبانية لكليان مبابي لاعب البي اس جي بعد ما رفض الانتقال لريال مدريد. برشا تصاور كما ثم واحدة تو نشوفوا فيها كاتب فيها واحد من محبي ريال مدريد مبابي والريغريت، يعني مبابي ستندم. وحتى جماهير ليفربول صنعت الفرجة في شوارع باريس. ريال مدريد ليفربول الليلة 8 متاع الليل، النهائي هذا الثالث اللي يجمع زوج فرق والخامس اللي يجمع الفرق الإسبانية بالفرق الإنجليزية. نعطيكم التشكيلة الرسمية لفريق ريال مدريد. بالنسبة لريال مدريد إذن باش يكون ثم كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كازيميرو، فالفيردي، وفينيسيوس جونيور، وميندي. وبالنسبه ليفربول التشكيله الرسميه مازالت ما هبطتش، ولكن تقريبا باش تكون فيها اليسون، الكسندر ارنولد، ابراهيما كوناتي، فان ديك، روبرتسون، اندرسون، فابينو، نبي كايتا، محمد صلاح، ساديو ماني، ولويس دياز. اذا المباراه كما قلنا 8 متاع الليل، وتنجموا تتفرجوا فيها على بين سبور 1، تي اف 1، كانال بلس، والار ام سي. النشره هذه وكل اخبارنا الرياضيه تلقاوها على موقعنا موزايك اف ام.